خليني ابدا مع حضراتكم ان خلال هذه الفترة زي ما قلت لحضراتكم خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا انه كل الانظار تتجه الى المنتخب الوطني، المنتخب الوطني الاول اللي هيخوض اولى مبارياته في تصفيات كاس العالم 2026، مباراة مهمة جدا بكرة ان شاء الله امام المنتخب جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكاس العالم. الجميع على قلب رجل واحد، كل الجماهير المصرية لازم تدعم وتؤازر منتخبنا الوطني غدا في استاد القاهرة. ان شاء الله اتمنى من كل الجماهير انها ان تكون حاضره ومتواجده في المدرجات وبكل قوه الحقيقه كل المدربين روي فيتوريا الكل الحقيقه النهارده في كل المؤتمرات الصحفيه وكل الاحاديث الصحفيه الكل بيجمع على شيء واحد فقط وهو ان وجود الجمهور هو من يعطي الروح لمنتخب مصر خلال الفتره السابقه كان من الممكن ان نقول ان هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر أمور كثيرة جدا ولكن دلوقتي الكل على قلب رجل واحد مصر كلها في ظهر منتخبنا مصر كلها قيادة سياسية قيادة رياضية الكل الحقيقة واقف خلف منتخبنا الوطني علشان نبدأ مشوار تأهلنا إلى كأس العالم 2026 بدايته هتبقى بكرة هتقول يا عم احنا هنلعب جيبوتي والله لو هنلعب مين منتخب جيبوتي منتخب جيد أقل تصنيفا طبعا وأقل فنيا، محدش يقدر يقول غير كده من منتخب مصر، ولكن في النهاية زي ما قلت لحضرتك ودايما بقول هذا الكلام كنت بقوله مع النادي الأهلي ودلوقتي بقوله مع منتخب مصر. بره المستطيل الأخضر اللي الشناوي بيتمرن عليه ده حاجة وجوه المستطيل الأخضر حاجة، جوه بره المستطيل الأخضر هنقعد نقول عندنا صلاح وعندنا مرموش وعندنا مصطفى محمد وعندنا تريزيجيه وعندنا الشناوي وعندنا زيزو وعندنا فلان وعندنا علان. جوه الملعب ده الكل بتتس الكل بيتساوى لغايه الدقيقه 90 في الدقيقه 90 لما الحكم بيصفر او في الدقيقه 95 على حسب الوقت الضايع لما الحكم بيصفر هنا بس اقدر اقول لحضرتك منتخب مصر فاز او منتخب مصر لقدر لا قدر الله تعادل او اتغلب مهما كان اسم المنتخب اللي انا بلعبه فمنتخب جيبوتي يعتبر مش معروف عنه اي معلومات هي دي الصعوبه خد بالك لانه المفاجاه ممكن تكون ممكن يحدث اي مفاجاه الله اعلم منتخب عنده طموح لاعبين جيدين بيلعب قدام محمد صلاح واحد من افضل ثلاث او اربع خمس لعيبه في العالم بيلعب قدام مصطفى محمد بيلعب في مصر بيلعب على استاد القاهره عشان كده الماتش الساعه 6 بالمناسبه بكره اللي عايز يروح يتفرج انا مش اللي عايز انا عايز 30 الف متفرج بكره يبقوا موجودين عشان كده لازم بكره تكون فيه مؤازره قويه مؤازرة كبيرة من جانب الجماهير. أكيد بتمنى إن كل لاعبي منتخبنا بك... منتخب مصر بقيادة محمد صلاح يكونوا في كامل تركيزهم الفني. سواء فنيا أو بدنيا منتخب الوطني لأنه إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة وتكون البداية جيدة، تكون البداية حلوة، تكون البداية تخلينا مبسوطين، سعداء، تفاؤل لما هو قادم، تدينا دفعة معنوية لما هو قادم. لانه عندك مباراه سيراليون هتتلعب في ليبيريا ده يوم الاحد بعدها على طول الساعه 6 هتتلعب في ليبيريا برضه المواجهه دي لن تكون سهله لكن خلينا نتكلم في مباراه بكره كلنا امل كلنا تفاؤل بعد تغيير نظام التصفيات اللي يبدو اكثر سهوله من الماضي مع ان انا ما بشوفش ان في حاجه سهله او حاجه صعبه في النهايه الشباب اللي امام حضراتكم دول ومنتخب مصر قادر قادر بهؤلاء اللاعبين بهؤلاء اللاعبين يمكن نختلف اختلفنا مع روي فيتوريا على اسم او اسمين او ثلاثه بالكثير يعني لكن بقيه الاسماء اللي موجوده كلها اسماء كبيره جدا ولها تاريخها ودورها مع المنتخب الحقيقه فعشان كده انا بقول لحضراتكم مهم جدا 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 المؤازره مؤازره منتخبنا الوطني بكره واجبه بكره الساعه 6 اتمنى ان يبقى في 30 الف متفرج موجودين في هذا الاستاد استاد الرعب استاد القاهره